مساء الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة هتتكلم عن الديكور، لأن الديكور بحر كبير وواسع وفي أسئلة كتير جدا، وكل الناس بتدور على الفيسبوك أو على جوجل على أسئلة تخص الديكور. فأنا حاولت النهاردة أجمع لكم أكبر عدد من الأسئلة عن الديكور. هيكون معانا ناس متخصصين هيردوا عليها. خلوني أرحب بيهم. الأول أحب أرحب بضيفي مهندس محمد يسري، مدرس مساعد في كلية هندسة جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وأرحب بضيفتي مهندسة مروة محمد مطاط، مهندس ديكور وإنتريور ديزاين. أهلا وسهلا. أهلا بيك. شرفتونا. شرفتيني. شرفني. الأول خلوني أسألكم عن الديكور. أنا لو عندي وحدة وعايزة أشطبها، تمام؟ فأول حاجة أول ما بمسك الوحدة اللي على الطوب الأحمر أبتدي أشوف البنود، أولوية البنود، إيه أول بند المفروض إن أنا أبتدي فيه؟ انا ولا الباشمهندس الاول؟ نبتدي بك يا باشمهندس. صح. بص حضرتك، احنا لما بنستلم شقه اول حاجه نبدا نشتغل عليها هي الشرب. لازم ابقى عارف الخارج من الداخل عشان ما اوصلش في مرحله في الاخر ان انا الاقي شقه المنسوب بتاعها اعلى، زائد ان الشرب ده ببدا اظبط بيه كل حاجه خلقها ربنا في طب يمكن في الناس اللي مش فاهمه قوي يعني ايه شرب. الشرب ده انا باخد نقطه معينه بنسب منها منسوب الارضيه بتاعتي، منسوب علبه الكهرباء، منسوب الصرف، منسوب البيبه، منسوب الحوض اللي هحطه، المنسوب بتاع السويتش اللي هيبقى على جنب حضرتك، الباب، كل حاجه، اي حاجه موجوده معانا من خلال الشرب دي بتحدد ارتفاعها ومنسوبها. يعني مثلا حضرتك انا مثلا لو عندي علبه منسوبها من الارض متر، والارض دي ممكن ما تبقاش مستويه، انا احددها ازاي؟ باخد شربه على منسوب 90 سنتي وبلقط منها بالمتر مثلا 10 سنتي. ايه ده؟ يعني انا مش بجيب بنود، اجيب المقاول شطب، اجيب السباك شطب. لا 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 اجيب طبعا الكهربائي شطب. انت اتكلمت النهارده في ان احنا ابتدينا نشتغل، ما اتكلمناش في الديزاين من الاول. لو ديزاين بقى من الاول نرجع بقى واحده واحده. الاول نرفع المكان اللي موجود عندنا ونحدد متطلبات العميل، وبعد ما نبدا نحدد متطلبات العميل نبدا نعمل له ديزاين انتيرير، ونبدا نحدد نشوف هو عايز المود بتاع المكان اللي هيعيش فيه ايه، زائد ان المتطلبات بتاعت اهل بيته. في مثلا عميل بيبقى عنده اهل بيت، مثلا انا راجل مثلا عندي 4-5 اولاد محتاج لكل واحد فيهم اوضه، في راجل تاني يقول لا انا عايز لكل واحد كل اتنين مع بعض في اوضه، محتاج اقسم الاوض ماستر مثلا، محتاج احاول بقدر الامكان ان انا لا يا جماعه انا عايز اقلل الحمامات، اعمل حمامين لكل اوضتين، حمامين لاربع اوض مثلا، وعايز اوضه واحده ماستر. في واحد تاني يجي لي يقول لي لا انا محتاج مثلا كل اوضه تبقى فيها الدريسنج والباث روم بتاعها. الحاله دي انا بقدر اوفرها له بناء على التصميم وبناء على المعطيات اللي موجوده عندي في المكان. ما انا مش هقدر اوفر لك كل اللي انت عايزه وفي نفس الوقت ايه ما المساحه بتاعتك ما تسمحش، المكان بتاعك ما يسمح. نبدا بعد كده بقى بعد ما بنبدا نرفع المكان ونشوف متطلباته، نعرف المود اللي هيشتغل عليه. راجل عايز يشتغل مودرن، عايز يشتغل كلاسيك، عايز يشتغل بوهيميان ستايل، كل واحد بيختار الستايل اللي يناسبه هو واهل بيته. وبعد كده نبدا نعمل له ديزاين. ناخد بقى معاه مرحله الديزاين دي بتاخد وقت حلو قوي قوي قوي. طيب خليني بقى اسالك وناخد من السؤال بتاع باشمهندس محمد. طب انا دلوقتي افرضي ان الوحده متقسمه مثلا العماره طالعه على شكل معين، هل ممكن انا اجي في الدور الاخير اغير شكل الاوض، اغير التقسيمه من جوه ولا مش ممكن؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، دلوقتي الانتيريور نفسه بيتحدد على مزاج العميل ولا على اللي انت شايفاه المناسب للعميل؟ طيب ابتدي بالسؤال الثاني. تمام. الانتيريور طبعا المفروض ان انا لما بعمل تصميم انا اول حاجه لازم اقعد مع العميل واقرا دماغه، لازم اشوف هو بيحب ايه واعرف هو اتجاهاته، بيحب الكلاسيك، بيحب المودرن، بيحب السيمي مودرن، يعني لازم اعرف منه هو بيحب ايه. المشكله دلوقتي العملاء بيجي يقول لك انا عايزك معايا الصوره دي والصوره دي والصوره دي، وفقهم لي على بعض يحطهم لي في الشقه. ما هو ده بقى ساعتها لازم انا اتدخل بقى ساعتها اقول له لا ما ينفعش، انت دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، لو هما ثلاثة مختلفين، لو اتنين زي بعض اقول له انا ممكن اوفق لك ده مع ده، لا اقدر اعمله هعمله، لكن لو في حاجه هتضر المكان طبعا لا هرفض طبعا، لازم هعمله اللي هو عايزه بس بالطريقه الصح. طب ولو وحده زي ما قلت لحضرتك كده المفروض ان هي طالعه بشكل معين، ممكن اقسمها او اغير شكلها؟ انا كانتيريور ما اقدرش اتحرك في اي حاجه فيها اعمده نهائي. اي حاجه زي دي لازم في مهندس انشائي اللي هو اللي شايف المبنى. السؤال المهندس الانشائي يرد عليا بقى. لا انا مش انشائي، بس هو عامه الاستراكشر حسب المكان اللي انت، لو هو فلات سلاب هيسمح ان انت تغير مكان او قطيع ومباني، انما انا ما اقدرش اقرب من كاميرا، ما اقدرش اقرب من عمود، ما اقدرش اقرب من بلاط. هي المهندسه تقصد ان اي حاجه فيها خرسانه ما اقدرش اقرب منها؟ لا دي فيها مشكله، لكن اكسر حيطه او احط حيطه ده ما فيش مشكله. وبرضه على حسب، يعني النهارده مثلا المبنى طالع سيمبل بيم عمود وكاميرا، معلش الكاميرا دي هي مكان للحيطه فما ينفعش اغير مكانها تعمل مشكله. طب ناخد بقى الاسئله المهمه جدا جدا اللي بصي يعني بتلف الجروبات كلها. اول سؤال، السباكه احسن انواع مواسير؟ اعمل عزل ولا ما اعملش؟
احط بانيو ولا احط كابينه شاور؟ بصي كل دي اسئله طبعا يعني، ف محتاج الرد بقى. نبتدي الاول باشمهندس محمد. عايزين انا طيب اقول اسماء شركات مثلا؟ من غير اسماء شركات بس ممكن المعلومه يعني. طيب احنا عامه بنشتغل في المواسير الداخلي، بنشتغل البولي وبتتكبس، ولازم بناء على الماده لازم تبقى معتمده، يعني لازم المواسير اللي احنا بنشتغل بيها تبقى حاجه معتمده عشان يقدر يتصل بالضمان ويقول لهم تعالى اكبس لي المواسير. لان انت بعد ما السباك بتاعك بيخلص بتتصل بالشركه، الشركه بتجي لك بتكبس لك المكان بتدي لك ضمان، عشان بعد ما بتعمل فينيشنج لا قدر الله حصل اي حاجه في المكان، المواسير دي فكت، المواسير دي سربت، المواسير دي نتيجه ان ما اتخرمتش طبعا او عيب تصنيع او اي حاجه في الماتيريال بتاعتها، بيجوا بيصلحوا لك الكلام ده على حسابهم. ده بالنسبه للمواسير. تمام. كان في سؤال تاني بقى كان عباره عن ايوه بالنسبه كابينه شاور ولا بانيو، واعمل عزل ولا ما اعملش؟ لا عزل ده اساسي، لازم يعمل عزل طبعا. طب افرضي انا خدت الشقه وما فيهاش عزل اعمل ايه؟ واخدها سيراميك من غير يعني، انت واخدها بالسيراميك يعني مفيش حل بقى صح؟ ده الكلام ده قديم قوي، دلوقتي كل الناس دلوقتي المفروض تعمل عزل. ايه فوائد العزل الناس اللي ما تعرفش؟ ايه عايزه اقول لك ان ليه فايده مهمه جدا، لا قدر الله بعد كده لو في تسريب ميه كتير، ميه كتير بيأثر على اساسات المبنى اساسا. العزل مش على السقف اللي تحت منه بس، السقف ده اللي هو ده دي الحاجه الشائعه الدارجه يعني، لكن لو لا قدر الله التسريب شديد لا طبعا غلط يعني. انت دايما تلاقي جارك بيزعق التسريب عشان انت مش عامله عزل، فانت من الاول. واساسا دلوقتي الشركات بتعمل اشتراطات، لو انت بتشتري جوه كومباوند او كده بيقول لك احنا هنيجي نستلم منك العزل، وبيشترط ان مهندس من عنده بنفسه يجي يستلم منك انت كمهندسه في الموقع العزل، ولو انت مش عامله العزل بالاسس بتاعته بيرفض استلامه. تمام. فده اساسي، العزل ده بقى واحد قبل السباكه يعني، العزل ده مهم جدا، بند من البنود. طيب بالنسبه بقى للبورسلين والسيراميك، معلومه هنقولها النهارده اول مره في برنامجنا، ويمكن معظم الناس للاسف اللي مش فاهمه بيضحك عليها من الصنايعيه وبيتعاملوا في تركيب البورسلين زي تركيب السيراميك، فالنهارده المهندس محمد هيقول لنا تصحيح المعلومه دي. طيب احنا البورسلين عندنا له كذا طريقه في التركيب، في طريقه اللي هي الريتش اللي بنصرف فيها شويه، في ناس بتاخد المنسوب بتاع التشطيب بتنزل عنه حوالي 1.2 سم ونص، وبتبدا تدي بلاط موزايكو عشان تلزق عليه على طول البورسلين، ده رقم واحد. في نقط مشتركه في الحلين، لازم بيبقى في فواصل تمدد او في صلايب موجوده تبقى معمول حسابك عشان التمدد. انا النهارده لو عندي بلاطين كده اهو صيف في شتاء، البني ادم اي ماتيريال خلقها ربنا لازم بتتمدد وبتنكمش، مش في الصيف والشتاء دي مش بمزاجنا. النهارده لو هم لازقين في بعض كده اول ما هيلاقي متنفس هيروح عامل كده، ده الصنايعي يقول لك انا هعمل لك حل، بص هخلي لك الارضيه دي ميه واحده ما يبانش الفارق. ما ان شاء الله اول ما يعدي الصنايعي ويدخل عليك صيف وشتاء وتلاقيها عملت كده هتعرف اللي هو قاله ده صح ولا غلط. وبعدين اصلا المفروض في فايده للمهندس، الصنايعي اسهل حاجه عنده عايز يرص 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 ويجري، الا بقى لو صنايعي يعني طبعا محترم وبيحافظ على شغله وعلى اسمه. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا لو أنا شغال على موزايكو زي ما قلت لحضرتك برفع المنسوب، بنزل بالمنسوب سنتي واثنين من عشرة سنتي ونص علشان خاطر أما ألزق البورسلين بعد كده يبقى لازق عليه. أو في طريقة تانية اللي هو الشغل العادي بتاعنا، إن إحنا بندي ردم أو مونة مفلفلة من تحتها وبنحط عليها أديبوند، وبعد كده بروح ممشط البلاطة من ظهرها بمادة لزق، ودي بتمشي في الحالتين يعني، بدي في ظهر البلاطة تمشيط بالمادة بمادة لزق أيا كان بقى اسم الشركة، وبعد كده بلزق، وأنا بلزق لازم بكبس الهواء، لازم الهواء بتاعها يفرغ علشان ما تطبلش مني بعد كده، ولازم احافظ على الصلايب اللي بتبقى موجوده دي يعني دي لا محل يعني لا مجال ان انت تتكلمي فيها، حاجه اساسيه. طيب عشان خاطر ما انا بعتذر، هنخرج بس فاصل سريعا ونرجع تاني نكمل كلامنا مع باشمهندس محمد ومهندسه مريم. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نكمل بقيه فقره الديكور بتاعتنا. خليني ارجع تاني بقى اسال مهندسه مروه، تقول لي ايه الفرق ما بين الجبس البلدي والجبسون بورد؟ الجبسون بورد هو الواح بتيجي يعني طوليه سمكها 1 سنتي، وبيستخدم طبعا في الاسقف والحوائط وكده. العملي انا بسالك على العملي اللي يعيش، لانه تلاقي بتوع الجبسون بورد يقولوا الجبسون بورد احسن طبعا، وتلاقي بتوع الجبسون بلدي يقول لك لا ده متانه، بتوع الجبسون بورد يقول لك لا ده حمل على السقف، التانيين يقولوا لا على فكره ده يعني التاني ده ورق ده يتقطع يبوظ. بصي بيبقى على حسب التصميم، انا بالنسبه لي انا في شغلي بيبقى على حسب التصميم، في حاجات اشوف التصميم بتاعها ده لازم يتعمل جبس بلدي، في حاجات مثلا ار جي في كيرف كبير المكاتب، هيبقى محمل يعني بالنسبه للمكاتب والحاجات بتاعه الاسقف بيبقى جبسون بورد طبعا.
جبسن بورد. بس انا يعني من الناس من في الاتجاه اللي هو ايه الجبسن بورد يبقى قليل عموما يعني ما بحبش اساسا جبسن بورد كتير. ما بحبش كل الزحمة. حاجه البساطه كل ما قل كل ما الحاجات بقى الكتير دي لا. هو كان طلع موضه كده من كام سنه انتشر وبهرج. انا بالنسبه لي حصل تشوه بصري كده. وانت رايك ايه يا باشمهندس في الموضوع ده؟ والله انا مثلا بالنسبه لي الجبسون بورد توظيفه ممكن يشتغل معايا في الاسقف بس عمري ما هشغله في حيطه على حسب الديورابيليتي بتاعه الموضوع. النهارده لو حاجه في الحيطه بتبقى ملطش ممكن تتخبط. الاسقف بتبقى بعيده ده رقم واحد. رقم اتنين زي ما الباشمهندسه قالت موضوع التصميم بيفرق جدا. انا مثلا النهارده عايز اعمل حليه مش هتنفع تتعمل جبسون بورد يا اما اعملها فيوتك يا اما جي ار سي يا اما جي ار بي يا اما اعملها جبس بلدي. حاجه يعني كل حاجه ولها توظيف. بس هو ليه النهارده الصناعيه بتوع الجبسون بورد بيقولوا ان الجبسون بورد هو الاحسن؟ هو نيو ماتيريال وانتشرت وخدت وقتها وبعدين بيفرد معاه كتير. الحسابات بتاعته بتفرق معاه في الفلوس طبعا مبلغ وقدره مش زي الجبس البلدي. الجبس البلدي بيبقى الكوست بتاعه اقل شويه مش مكلف. طيب خليني اسال بقى على بند الشروخ بما اننا بقى في الجبس برضه والجبس البلدي. بند الشروخ ايه علاجها واصلا بتيجي من ايه وانواعها تفاصيل بقى ما احنا عايزين نلم للناس النهارده اكبر قدر من المعلومات. تمام انت النهارده عندك انواع شروخ كتيره. شرخ افقي شرخ راسي. في بقى شروخ عند الاركان بتاعت الفتحات بتبقى علوي او سفلي. خلينا نتكلم على الشرخ الافقي. طبعا ده بيبقى نتيجه ان المباني بتاعتنا ما اتشحطتش او بمعنى صح ما انتهتش لحد الكاميره او لحد البلاطه بتاعت الخرسانه. المفروض بعد كده بيتعمل لها بلدي كده حاجه اسمها تحصيه نحصيها يعني نملها كسر طوب وتتملى مونه علشان تبقى لازقه على اخر اخر يعني مش هحط معجون شروخ وخلاص على كده. لا ده معجون الشروخ ده لما بيظهر مشكله بعد كده تبدا تدي بقى حاجه اسمها سلك شبك او سلك بقلاوه او فايبر ايا كان الماتيريال اللي هتشتغل بيها. بتعمل ركوب 10 سنتي على المباني وعلى الكمر علشان خاطر تبقى زي حزام كده بيبقى محزم الموضوع لما حضرتك بعد كده تيجي تدي محاره ما يحصلش لو حتى حصل هبوط ما يعملش اي تاني. طيب معانا صور عايزين نشوفها. صور كانت مهندسه مروه عملتها المكتب. هنا بيبان الفرق ما بين ان انا اكون بشتغل باسس صماء كده وانا اطلع الروح الحس الفني. بالظبط تمام. عقبال بس ما الكنترول يجهز لنا الصور خليني اسالك ايه الفرق ان انا اجيب مهندس يعمل لي الديزاين الانتريور بتاع الشقه او ان انا اجيب فني اظهار يعمل لي بسعر اقل طبعا كتير من المهندس كتير بيطلبه. طبعا كتير لان المهندس بيبقى عنده الملكه بتاعه الماتيريال واختيارها وتصميمها. ما بيقولك مفيش فرق. لا في يا فندم لا المهندس النهارده بيشتغل على اسس علميه عنده نظريات رقم واحد بينفذها. النهارده انا دخلت فراغ كمهندس بيبقى لي نظره مختلفه عن اي واحد فني. الفني ده بيبدا يرص بناء على اي سوفت هو اي سوفت وير هو بيشتغل بيه 3D Max مثلا 3D Max مثلا ايا كان. وبعد كده يبدا يحط حليات يبدا ويطلع بعد كده لقطه تعجب العميل اللي ما بيبقاش فاهم. يجي بقى حد زي الباشمهندسه مثلا يقول له تعال انت ليه خليت النسبه بتاعت الحليه دي كبيره؟ طيب تعالى انت ليه حطيت السرير في وش الباب؟ طب تعالى انت النهارده الباب بتاع الحمام فتح في وش. يعني في كده متطلبات تصميميه مش بس ان انا اجرب شكل الصوره يطلع حلو في الاخر. بص يا فندم في نظريات كلنا مش هنختلف فيها انا والباشمهندسه وغيري 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 مش هنختلف فيها. في التالنت بقى والموهبه دي بتعلي سعر المهندس عن التاني. دي بتعلي التنفيذ بقى. لا طب ما عايزين بس الكنترول يحاول يجهز لنا الصور بتاعت المكتب اللي فيه حصان خشبي كده. تمام تمام. لو هنتكلم بقى على التنفيذ النهارده ظهر سيستم جديد اسمه البيم البيلدينج انفورميشن مانجمنت. انا النهارده لما اجي اطلع لحضرتك تصميم وانفذه لك ويطلع بنفس المقاسات وبنفس الابعاد وبنفس الكواليتي دي تساوي فلوس. تمام. زائد ان انا بوفر لحضرتك برضو. انا النهارده يعني الفكره مش ان انا اعمل تصميم بس اجي في الواقع مش عارف انفذه يعني الماتيريال هتختلف واحساسك بيها هيختلف. حتى لما هتيجي تنفذيه مش هتقدري في نفس الوقت تطلعي بنفس الشكل. زائد ان هو لما بيجي بيحط ماتيريال ارضيه مثلا بيش. انا كمهندس اقدر احدد اذا كانت دي رخام ولا كانت بورسلين. انا وانا شغال اللي ديزاين هيتنفس فعلا اللي هيتنفس فعليا وبقدر احطها في اللقطه بتاعتي او في التصميم بتاعي. نشوف الصور كده معانا لحد ما الصور تجهز كده. كلمينا عن موضوع المكتب ده. هو المكتب طبعا يعني انا جيته في وقت قليل جدا لان ما كانش عندي رفاهيه وقت ان انا اعمل تصميم وماكس وكده. نفس في وقت قد ايه؟ نفس في 8 ايام بس بالظبط. 8 ايام كان عباره عن مكتب وجنبيه غرفه نوم ومعاه حمام اتفور بالكامل. المكتب كان حيطان فاضيه. انا اول ما دخلت المكتب انا شفت المكتب قدامي. يعني انت طبعا قدامك حيطان فاضيه. هي دي الفكره بقى. هي دي الفكره بقى. هو ده الفرق بين المهندس وغيره. مهندس الديكور بالذات الانتريور بيبقى بيشوف المكان بيعرف يتخيل عنده ملكه التخيل.
يقدر يحس بالحاجة. طبعا العميل ما بقاش عنده ملكة التخيل دي خالص. يعني أنا أول ما عملت المكتب أنا شايفة المكتب في دماغي كويس، بس أشرحه مش هعرف أشرحه، بس الناس اللي رشحوني ده واثقين جدا فيا لدرجة إن هما ما بيكلمونيش أنا هعمل إيه، هو عارف أنا هعمل إيه كويس، فدخلني المكان هو واثق من النتيجة 100%. فدخلت المكان في خلال 8-3 أيام كنا خلصنا الحمام، كنا شغالين في المكتب في نفس الوقت معايا دولاب العمال بتاعي كلهم، يعني انا بفخر بيهم دايما، هم بيسدوا معايا في كل حاجه. يمكن الميزه اللي انت بتتميزي بيها انه انت بتحاولي زي ما بيقولوا كده جيش بيقولك اتصرف، فانت حاولتي ان انت تتصرفي وتعملي اعلى الحاجات باقل الامكانيات. بالزبط. ويمكن دي ميزه مش موجوده في كل المهندسين. المهندس دايما بيحب يريح نفسه شويه. لا، هو الهندسه سيفتي واكونومي، لازم توصل لاحسن جوده واحسن سعر. قولي لي بتاعك ايه، يعني بتمشي على حسب حدود امكانيات عميلك، يعني انت برضو ليكي بادجت معين انت ما ينفعش تعلي قوي عليه، عشان انت بتعرفيه طبعا من قعدتك معاه تبقي عارفه. بقالك كام سنه في المجال؟ انا متخرجه من زمان. يعني ايه اكتر المشاكل اللي واجهتك كده سريعا عشان قبل ما نختم فقرتنا؟ اقول لك، كان في موقع كبير جدا دخلت فيه، كان فيه يمكن حوالي 100 عامل. اول حاجه مشكله قابلتني ان هم بيتعاملوا معاكي ان انت واحده ست. انت ازاي ست وازاي انت تكلميني؟ انت ازاي يعني في الاول كانوا متمردين عليا جدا، كانواش عايزين يسمعوا مني اي حاجه، كنت اكلم اي حد لا مين دي يعني. بس بعد الشغل بقى تعالي شوفي، لما بيشوفوا النتيجه بعد كده بيقول لك لا دي استاذه، لا دي بتفهم، لا مش مهندسه كذا، ويبقى يرجعوا لي انا لا طب نسمع راي باشمهندس. فانت اللي بتفرضي شخصيتك في المكان. صح، بعملك وشغلك. صح، صح، صح. شغلك هو اللي بيفرض عليك. انا طبعا وقت الفقره قليل جدا، انا متهيالي الديكور ده محتاج له مثلا كورس حلقات. بالزبط. فانا يعني طبعا كان في اسئله كتير جدا محضرينها في الاعداد. للاسف مش هنقدر نكملها بسبب ضيق الوقت. ان شاء الله يكون في حلقه تانية نحاول نكمل فيها الاسئله بتاعتنا كلها. ان شاء الله. بشكركم جدا جدا، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الفينش بتاع الديكور. استنونا. ميرسي قوي. ميرسي ليك.